صباح الخير عليكم، صباح كله نشاط، صباح كله حركة. اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن تمرينات كبار السن وقلنا أهميتها ليهم، اللي هي بتنشط لهم الدورة الدموية، كمان بيساعدهم على حالتهم النفسية والصحية، واللي هم كتير يتجنبوا من الأمراض المزمنة زي أمراض القلب والسكر والضغط وحاجات كتير جدا ممكن مشاكل تحصل لهم عشان اللي هم مش بيمارسوا رياضة أو أي نشاط في يومهم. كمان هتساعدهم ممارسة الرياضة اللي هم يقللوا من ألم العضلات اللي بتحصل لهم كل ما يكبروا في السن بسبب ضعف العضلات عندهم. فالنهارده هنكمل الحلقه بتاعتنا وهنشتغل على تمرينات الجزء السفلي عضلات الرجلين. اهم حاجه احنا محتاجين ان احنا يبقى عندنا كرسي، واتاكد ان انا وانا بقعد ظهري يكون مفرود، رجليا بتكون عباره عن 90 درجه، شادد ظهري كله وعضلات البطن بتاعتي. هنبدا باول تمرين معانا، تمرين التو ريزز. ببدا اطلع بمشي رجليا لفوق وانزل. هنخليهم في البدايه يعملوا اللي هو 10 تكرارات عشان بقى لهم فترة طويلة مش بيمارسوا أي مجهود أو نشاط. 4 5 6 7 8 9 10 وخليه يريح. ممكن أعمله مجموعتين بس في البداية كده، بعد كده هعمل تمرين للهيل ريز، بطلع بكعب رجلي لفوق وانزل تاني. برضو التكرارات بتاعتي هتكون 10 تكرارات. نخليه يشتغل التمرين بالراحة. 4 5 6 7 8 9 10 برضه ده هعمله من مجموعة لمجموعتين في البداية. بعد كده هشغل تمرين ليج ريزز لعضلات الكوادريسبس، العضلات الأمامية بتاعت الرجلين. هبدأ أفرد ركبتي لفوق وأنزل تاني. هعمل على كل رجل منهم 10 عدات مع بعض. يلا 1 2 3 دي هتقوينا العضلات الأمامية للرجلين. الناس اللي بيكون عندها مشاكل في الركبة لازم تهتم بالعضلات الأمامية والخلفية وعضلات السمانة كمان. 8 10 وبدل الناحية التانية برضو. خلي دايما الحركه بتاعتك بطيئه عشان تستفاد بالتمرين. احنا في المرحله الاولى بقدم لهم دايما بتمرين بوزن الجسم، بعد كده ممكن ندخل ريزيستنس معانا عشان يكون في مقاومه اكتر. 8 9 10 برضو التمرين ده هنعمله من مجموعه لمجموعتين، التكرارات بتاعتنا هتكون 10 عدات في البدايه، بعد كده هنعمل ني ريزل. هبدا اطلع بركبتي لفوق وانزل عشان الموبيليتي للهيب بتاعتنا. 4 5 6 7 8 9 10 وبدل الرجل الثانية. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 برضو التمرين ده هاخده من مجموعة لمجموعتين، تكراراتي برضو 10 عدات. بعد كده هعمل هيب ابدكشن لبره، اخلي رجلي اشغل العضلات الخارجية للرجلين. هبدأ اطلع برجلي لبره وارجع تاني. هعمل برضو 10 تكرارات على كل رجل. 1 2 3 4 5 6 7 زي ما انتم ملاحظين كل التمارين دي كلها بوزن جسمنا واحنا قاعدين، ما بنشتغلش باي حاجه. برضو احنا اشتغلنا هنا 10 عدات، الناحيه الثانيه برضو هخليه يشتغل 10 عدات. في البدايه ممكن ما يكونش قادر اللي هو يكمل ال 10 عدات، فنبدا له تكرار بسيط، ممكن 5 عدات 8 عدات، بعد كده نبدا نزود له في العدات بتاعتنا. كده احنا يعتبر شغلنا معظم عضلات الرجلين بتاعتنا النهارده. يبقى خدنا كده في حلقه قبل كده الجزء العلوي الابر بودي، والنهارده خدنا الجزء السفلي اللي هو اللور بودي بتاعنا. في الحلقات اللي بعد كده هنبقى ندخل ريزيستنس، ممكن نشتغل بالباند، ممكن نشتغل بدمبل، بس في المرحله اللي بعد كده. يعني دايما في البدايه بننصحهم اللي هم يبداوا بتمرينات بوزن جسمهم. بجانب التمرين اللي احنا بنعملها دي لازم نخليهم يهتموا اللي هو باكلهم، خضروات وفواكه، بحاجات بسيطه حتى في يومهم كده اللي احنا نديها لهم. كمان المايه بتاعتهم يهتموا ان هم يشربوا ميه كتير في اليوم بتاعهم. كمان
كل الحاجات اللي احنا بنعملها دي هتساعدهم اللي هم يخلوهم يعيشوا بحياه صحيه ويكون نفسيتهم افضل بكتير. اتمنى تكون الحلقه استفدتوا منها ونشوفكم في حلقات تانيه جديده.